ضعف الجنس يا جماعة ممكن يهد ثقة الإنسان بنفسه، مفيش مرض يقدر يعمل ده. ونس مجرد ما تتأثر بقدرته الجنسية تتحول حياته، هو المرض العضوي الذي يؤدي الاكتئاب. الضعف الجنسي ده مرض، بس بالنسبة للإنسان لا يمكن مقارنته بأي مرض آخر. طبعاً كلنا عارفين إن الأدوية الحديثة عملت ثورة في العلاج الطبي والدوائي، اللي بيحصل له فشل معاهم ده نقدر نقول عليه عجز جنسي. أول ما تحس إنك أنت محتاج تاخد إن شاء الله حتى ربع حباية من السلدنافيل، بدل ما تاخدها روح للدكتور، ممكن يكتشف عندك حاجة تخليك ما تحتاجش تاخدها تاني. الضعف الجنسي النفسي، أيوة، هل هو نفسي حقيقي ولا هو عضوي قلب نفسي ولا هو تداخل من الاثنين؟ فكرة نفسي دي حصل تطور فيها جامد نتيجة للتقدم في وسائل التشخيص، لأنه برضو النفسي فيه تفسير عضوي. تقزيم العلم أمام تضخيم، إنه يقول لك المشكلة كلها إن الناس مش فاهمة الثقافة. مرة جالي واحد على حكاية النفسي، لا عد عمل كده، العلم أنقذ هذا الرجل. العلم أنقذ. تمام تمام. الدكتور حامد عبد الله حامد، أستاذ جراحة الذكورة والعقم كلية الطب جامعة القاهرة، استشاري جراحات الدعامة للضعف الجنسي، استشاري إصلاح اعوجاج العضو الذكري، استشاري جراحات عقم الرجال، رائد عمليات إصلاح سرعة القذف في مصر والوطن العربي. هرمون التستوستيرون بيلعب دور رئيسي في الرغبة الجنسية عند الرجال، وعند انخفاضه بتقل الرغبة الجنسية وخصوصا مع التقدم في السن. أهم أعراض نقص هرمون التستوستيرون حسب الموقع الأمريكي هيلث لاين: صعوبة الانتصاب وانخفاض حجم السائل المنوي وتساقط الشعر والصلع في بعض الأحيان، والشعور بالتعب والإعياء الشديد، وانخفاض في مستويات الطاقة والنشاط البدني، ضعف المفاصل والعضلات والإصابة بألم شديد في العظام، زيادة الدهون في الجسم وتضخم أنسجة الثدي، تغيرات في المزاج واكتئاب وعدم تركيز. ضروري جدا لكل راجل يحس بعرض أو أكتر من الأعراض دي إنه يراجع طبيب الذكورة في أسرع وقت. أهلا بكم، النهاردة يوم مهم جدا في الناس الحلوة. أولا لقيمة ضيف العزيز، القيمة العظيمة لضيف العزيز، لكن كمان لأهمية الموضوع. الضعف الجنسي يا جماعة وسرعة القذف وكل المحتوى لهذا الأمر الحقيقة ظلم كثيرا من ناحية ثقافية. الظلم من أكتر من جهة. أولا اختصار الموضوع في حوارات تبدو سطحية وبسيطة، يمكن الحوار طبعا لان احنا مجتمع شرقي بيبقى مغلف بالحياء احيانا، وبيبقى مغلف احيانا بانه المحاور او القاعده الجلسه الحواريه بتكون مع غير اطباء، فلازم الحوار يبقى واضح ليهم فبيختصر، لكن الموضوع معقد جدا جدا وعلم صعب. علم صعب ليه؟ لانه اصلاح الضعف الجنسي يشتمل على الكثير جدا من المهارات الطبيه. أولا لابد أن تتوفر مهارات طبية باطنية لفهم الطبيعة الهرمونية والتغيرات المصاحبة للضعف الجنسي من متغيرات هرمونية، وربما أيضا متغيرات خاصة بتصلب الشرايين ومستوى الدهون في الدم ومستوى السكر المضطرب وارتفاع ضغط الدم الغير معالج، أو أدوية تتدخل مع قدرة الإنسان أو قدرة الرجل على الانتصاب. ثم مهارة جراحية، لأنه في بعض الحالات تحتاج إلى تدخلات جراحية بعمليات معينة. العمليات دي أحياناً نقول عليها، مش أحياناً، في معظم الحالات لازم تكون تيلور جراحية مفصلة، كل حالة لها أسلوب وكل حالة لها مقاييس.
ودخلت ايضا التكنولوجيا في التعامل مع الضعف الجنسي في صوره دعامات، فلازم يبقى الدكتور ملم بهذه التكنولوجيا. فهي المساله معقده للغايه، لا تختصر في عبارات. الضعف الجنسي يا جماعه ممكن يهد ثقه الانسان بنفسه، مفيش مرض يقدر يعمل ده على فكره. يعني لما تيجي تقول لمريض مثلا عندك ضغط، عندي ضغط، هتلاقي الانسان واثق من نفسه جدا طالما ضغطه هو مسيطر عليه وتمام التمام وبياخد ادويته. سكر، عندي سكر بس منظم مظبط ادويتي وتمام التمام، مش هتلاقيه متاثر. نفسيا عادي، عايش حياته عادي وبيضحك طالما كل شيء منتظم وقدرته الجنسيه طبيعيه. ونس مجرد ما تتاثر قدرته الجنسيه تتحول حياته، هو المرض العضوي الذي يؤدي للاكتئاب، وقد يؤدي الى اكثر من الاكتئاب. فعشان كده انتبهوا، لان الحوار فيه حوار علمي دقيق للغايه. زي ما قلت لكم النهارده حوار من طراز خاص، لانه مع قيمه علميه من طراز خاص، بجد قيمه علميه كبيره. بفتخر بان انا يعني ليا الشرف ان انا بستضيفه، وبفتخر بان ليا الشرف ان هو سمح لي ان احنا نكون اصدقاء بجد، لانه واحد من العلماء الاجلاء ومن البارزين جدا في علمه، بالاضافه من البارزين جدا في ممارسته المهنيه. اتعلم منه رغم ان هو من جيلنا، يعني اكبر منا سنه ولا سنة، بس هو نفس الجيل، لكن دايما احس انه بينتمي في اسلوبه وعطائه الى الجيل الاكثر روعه، الجيل الاقدم، رغم ان هو سنا. وكمان اكيد حتى في هواياته حبه لعبد الوهاب يجعله دائما في هذه المنطقه. طبعا العالم الكبير والاسم القدير استاذ هذا المجال، القيمه العلميه الكبيره، الاستاذ الدكتور حامد عبد الله حامد، استاذ جراحات الذكوره والعقم بكليه الطب جامعه القاهره، واستشاري جراحات الدعامه للضعف الجنسي، استشاري اصلاح اعوجاج العضو الذكري في حالات اعوجاج العضو الذكري، استشاري الحقن علاج عقم الرجال في حالات الحقن المجهري، واستشاري جراحات عقم الرجال، ورائد عمليات اصلاح سرعه القذف في مصر والوطن العربي. اسم القدير، شرف كبير جدا. الله يخليك، انا في منتهى السعاده مع ده، انا اللي منتهى السعاده. الله يخليك، والناس الحلوه كلها تتشرف بوجودك. يعني انت الناس الحلوه كلها، ربنا يبارك دايما فيك. بتجمع الناس الحلوه، شكرا على المقدمه الجميله. ده انا يعني من سعادتي بوجودك معانا وتلبيتك الدعوه. انا عارف ان انت يعني مقل في ظهور العالم رغم يعني نجوميتك الكبيرة طبعا في مجال العالم الطبي، لكن خلينا نبدأ بكلمة ضعف جنسي وعجز جنسي. تمام. الكلمتين كانوا يستخدموا كمرادف واحد، لكن يبدو أن هناك فروقات. تمام. طبعا بشكر حضرتك على المقدمة الجميلة دي، وفعلا الضعف الجنسي أو العجز الجنسي اللي هنبين الفرق بينهم، حضرتك قلت كلمة في منتهى الأهمية، يعني تلخص حلقات كتيرة، اللي هي فكرة أنه الضعف الجنسي ده مرض، بس بالنسبة للإنسان من يعني لا يمكن مقارنته بأي مرض آخر. وبتحضرني هنا بعد ما حضرتك قلت المقدمة الحلوة دي، المشهد الأول في فيلم النوم في العسل للعبقري الراحل أستاذ كتاب السيناريو في مصر والوطن العربي، الله يرحمه ويحسن إليه، الأستاذ وحيد حامد. طبعا الولد اللي راح على شريط القطر نتيجة الفشل ليلة واحدة في الزفاف، بس انت لو قلت له عندك ضغط زي ما حضرتك تفضلت، عندك سكر، عندك كانسر، حتى مراتك ولدت والولد توفى، لا يمكن كان هيروح يحط نفسه على الشريط الاخر. الحاجه الوحيده عمله باقتدار العبقري ياسر جلال، مشهد صدمه كده اول لقطه ياسر جلال رغم نجوميته عمل هذا المشهد كده يعني وما اعرفش الاستاذ وحيد حامد فكر فيه، وكان طبعا لسه في بدايات ياسر جلال، كان لسه تمام، بس كان نجم في الوقت، كان نجم طبعا ومشهد صدمه فعلا الاستاذ وحيد حامد. دايما في الاعمال الفنيه زي ما حضرتك عارف دايما المشهد الفيناله زي ما بيقولوا هو ده اللي بيبقى اهم مشهد. من عبقريه وحيد حامد عكس، لانه طبعا متمكن، بدا الفيلم بمشهد صدمه اللي هو انتحار شاب نتيجه الفشل ليله. ففعلا زي ما حضرتك تفضلت، ده من اهم واخطر الحاجات اللي ممكن تهدم اسره، تهدم انسان هو اللي راح انتحر يرمي نفسه على الشريط الاخر. الضعف الجنسي بيبقى المريض فيها بيسمح عنده قدرته على أداء العلاقة الزوجية، ولكن لا يتمها بالصورة المرضية بالنسبة له أو بالنسبة للزوجة. وهنا لازم ندخل في الشريك في اتخاذ القرار، عنده شريك آخر في اتخاذ القرار، ممكن ياخد قرار أنه ضغطه ما يزبطوش أو سكره ما يروحش لحضرتكم، ما يزبطش السكر، لكن دي ما ينفعش بقى قرار يبقى بتاعه لوحده، لأن هنا في زوجة لا حقها الشرع عليه، أن هي زي ما ربنا قال سكن ومودة ورحمة، فلازم يكون في قرار للزوجة كمان. العجز الجنسي بقى
هو حالة بقى إنه ما يقدرش يمارس أصلاً وبتطلق أكتر. وبشكر حضرتك لأن فعلاً الضعف والعجز الجنسي ده فيه عدم وضوح فيه، بتطلق أكتر على الناس اللي الدواء مش جايب نتيجة فيه. طبعاً كلنا عارفين إن الأدوية الحديثة يعني بدون أسماء يعني الناس كلها عارفاها عملت ثورة في العلاج الطبي والدوائي. اللي بيحصل له فشل معاهم ده نقدر نقول عليه عجز جنسي خالص، وهو يمكن ده من الناس اللي عاوزين نركز عليهم، لأن دول الذين يعانون في صمت، بتجيلهم صدمة عدم الاستجابة للدواء أو عدم الاستجابة بعد سنوات طويلة من الاستجابة، يقول خلاص كده بقى إيه، أنا سلمت نمر بقى وخلاص. هم ده اللي هو بقى غير قادر خالص حتى بالدواء. لو قلنا أعراض العجز الجنسي أو بشكل أدق النواقيس الخطر، أيوة. ضربات الجرس كده اللي بتنذر إن في عجز جنسي جاي، تمام. دي مهمة قوي لأن دي اللي ممكن نتجنبها، زي درهم وقاية خير من قنطار علاج. أول حاجة وزن الجسم، يعني دي ببساطة يعني مع فكرة الكرش بتاعت الراجل التركي أو السوري بتاع زمان ديت اللي رمز الرجولة ديت، لازم نبعد عنها خالص. وزن الجسم طبعا، لأن ده بيروح جايب معاه، حضرتك طبعا أدرى مني وعالم في المجال ده، يجيب معاه ضغط، سكر، كوليسترول، وتسرب شرعي، يجيب معاه التلات أعداء بتوعنا، هم أعداء عند حضرتك وأعداء لينا برضو، لأن في ممارستنا دول أكتر تلات عوامل تعمل ضعف جنسي. فالسمنة هي بيت الداء زي ما بيقولوا، أو زي الحديث اللي بيقول المعدة بيت الدواء. السمنة تجيب معها سكر، تجيب معها ضغط، تجيب معها كوليسترول وتسرب شرايين. فلازم التلاتة دولت والسمنة قبلهم ناخد بالنا منه. الحاجة التانية التدخين، طبعا التدخين بكل أنواعه سواء السجاير أو الشيشة. طبعا الشيشة بعكس ما الناس فاهمة أخطر، علشان الناس بتتصور إن مرور الدخان في المية كده ده بينقيه بقى أو بيشيل العوامل، طبعا هو بيؤدي إلى خطر زيادة اللي هو العدوى. يعني إذا كانت يعني إذا كانت هي إما زي السجاير أو أسوأ منها في العدوى كمان. الفيب برضو من الحاجات اللي بتأثر، برضو دي انتشرت بين الشباب جديدة، برضو دي لازم نحذر منها. دي الحاجات دي، السمنة، السكر، الضغط، التدخين، من النواقيس الخطر المهمة قوي اللي ممكن المريض، أنا بقول للمريض اختار بين السيجارة والزوجة على طول. الحاجة الأساسية بستغربها قوي، العين يقول لي بص قول لي أي حاجة إلا أنك تقول لي بطل سيجارة، أقول له خلاص براحتك، اختار بين سيجارتك وزوجتك بس، يعني وليك الاختيار. هل في درجات للموضوع؟ أي في أول حاجة بيبدأ المريض حتى نفسه بيقسم الدرجات، يقول لي إيه، أنا كنت باخد الحبة السحرية دي زي ما بيقولوا، يعني سيلندنافيل مثلا، اسمها العلم سيلندنافيل، وكان دي حاجة يعني حاجة قلتها قبل كده في سلسلة خدعوك، فقالوا إن الحبة الزرقاء شفاء من كل داء، وبيتصور إن الحل الموضوع كله في الحبة الزرقاء. خطورة إنه يبدأ ياخدها إيه؟ هي مش ما فيش فيها خطورة صحية إلا إذا كان تعارض مع بعض الأدوية اللي بياخدها. الخطورة في إيه؟ إنها بياخدها فما بتخليهوش يحس إن في عنده عنصر خطر مأثر عليه، زي ما تقول بتخدعه، بتغطي على الحاجة دي اللي إحنا قلناها. وقد يكون عنده ضغط مش متشخص، بياخد الحبة الزرقاء يقول لي الأول كنت باخد ربع حباية أبقى زي الفل مع زوجتي، بعد كده نص حباية، بيخجل إنه يجيلي أو يخجل إنه يروح لحضرتك إنه يظبط ضغطه أو سكره أو يكسل. طالما الحباية قايمة بدورها خلاص، إمتى بقى يجيلي يقول لي وصلت لحباية وحباية ونص واتنين وما بقتش تعمل حاجة؟ يبقى إذن هي درجات فعلا، لو لحقناه في الدرجة الأولانية اللي بيبقى فيه ضعف شوية في تدفق الدم أو في تسرب وريدي خفيف شوية، ممكن يكون ناتج عن ضغط، عن سكر، عن تسرب شرايين، عن سجاير، عن تليف بسيط في الأنسجة، نلحقه من الأول في الدرجة الأولانية اللي هو ساعتها بياخد ربع حباية ويحس إنه مش محتاج يروح للدكتور أيمن ولا يروح للدكتور حامد. لو لحقناه في الفترة دي كنا نتجنب حاجات كتير بعد كده. ففعلا الدرجات دي مهمة جدا. أول ما تحس
انك انت محتاج تاخد ان شاء الله حتى ربع حبايه من السلدنافيل، بدل ما تاخدها روح للدكتور، ممكن يكتشف عندك حاجه تخليك ما تحتاجش تاخدها تاني، او حتى تاخدها بس تبقى عارف انك انت هتاخد الربع حبايه ديت بس هنظبط السكر مثلا، خلاص يبقى انت هتفضل طول عمرك تاخد يا دوبك ربع حبايه مش هتزود عنها. انما لما تلاقي نفسك الجرعه قاعد تزيد 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 تعرف انك انت بتنزل لتحت. دايما لما بنسال التشخيص المريض بيفكر هو الموضوع ده محتاج تشخيص، ما الكلام واضح. انا بروح الصيدليه اقول له عاوز منشط جنسي، طبعا هنا برضو من ضمن الافكار الخاطئه اللي بنتهز فرصه ظهوري مع حضرتك اصلحها، انه يعني انا مش محتاج اروح للدكتور، هاخد منشط جنسي. كلمه منشط جنسي دي الكلمه اللي احنا تعودنا عليها، على فكره المفاجاه ان ملهاش مقابل علمي خالص باللغه الانجليزيه، مفيش حاجه اسمها سيكشوال ستيمولنت، في حاجه اسمها دواء بيستخدم لعلاج بعض حالات الضعف الجنسي. يعني في المقدمه الحلوه اللي حضرتك جبتها عن التستوستيرون، الهرمون دوت اللي عنده نقص في هرمون التستوستيرون لو اديته هرمون التستوستيرون اداؤه الجنسي هيتحسن، بس ده مش منشط جنسي، ده حضرتك ادرى طبعا بالهرمونات استاذ هرمونات، ده هرمون بديه لهرمون ناقص في الجسم، يبقى هنا انا بعالج سبب من اسباب الضعف الجنسي. السلدنافيل العيان عنده ارتفاع في الضغط مأثر على الشرايين، الشرايين ضيقه ما بتتدفقش الدم، ما بيقدرش يعمل علاقه زوجيه، بديله دواء زي السلدنافيل يحسن الدوره الدمويه يقوم يعالج الضعف الجنسي. يبقى هنا كل حاجه انا بديها، عنده تليف في الانسجه بديله حاجه مضادات التليف على اساس انه يقدر يمارس، يبقى لكن ما فيش حاجه علميا، ما ليس هناك علميا، خدعوك فقط، ليس هناك علميا ما يعرف بالمنشط الجنسي. في دواء بيستخدم من قبل الطبيب والصيدلي لعلاج الضعف الجنسي. هل السندلافيل يعني عشان نبقى واقعين، ما هي مش دعايه ولا حاجه، الفياجرا والفيترا والمجموعه الدوائيه الخاصه بيه، هل تعتبر علاج؟ هي تعتبر، انا ساعات بحسد حضرتك لما تدي مريض دواء سكر، ده علاج، ده علاج، بس المريض بيجي لحضرتك هو باصم بالعشرة انه هياخد علاج السكر ده مدى الحياة ولا يجد غضاضة في كده. زي ما حضرتك قلت التلات أدوية دول، الفياجرا والسيالس واللوفيترا، هل دول علاج؟ هم دول بيساعدوا المريض على إتمام علاقته الزوجية نتيجة لأنه عنده مشكلة. أنا بقوله دلوقتي يقول لي يعني هفضل اخده طول عمري، انا مش عايز اخد الدواء ده طول عمري. فبقول له في فرق بين الدكتور والمطعم. في المطعم انت تقول انا عايز فرخه مشويه، عايزها ويل دان، مش عايزها ويل دان، عايزها مقليه، عايزها بالكاري من غير كاري. الدكتور مش باللي انت عايزه، بالحاله اللي بتفرضها. انت ليه بتتقبل ان الدكتور ايمن يديك دواء سكر مدى الحياه لتظبيط السكر واول ما هتبطله سكرك هيبقى 500، ولا تتقبل ان السكر ده اثر على شرايين الجنسيه عندك وبالتالي هتفضل تاخده عشان تقدر تمارس علاقتك الزوجيه. فهم دول علاج اذا جاز التعبير، هم علاج لضعف الجنسي، ولكن ما فيش علاج العيان بياخده يخلي ما عندوش سكر، ما فيش علاج العيان ياخده يخلي ما عندوش ضغط، هو بيظبط الضغط بيظبط السكر. هنا احنا بنقوله بنظبط لك حياتك الزوجيه بالدواء ده، زي ما الدكتور ايمن بيظبط لك السكر، السكر ده اثر على شرايينك فانا هظبط لك الشرايين عشان تعيش حياه زوجيه سليمه. بس كده. دايما مفترق الطرق في الاختيار، في سواء في المؤتمرات او في الكتب او حتى في اللقاءات العلميه، هي واحده من اهم النقاط في الحوار. ايه مفترق الطرق ما بين ان انا اروح لدواء او ان انا اذهب الى جراحه؟ في موضوع الضعف. دي اهم نقطه، دي اهم، وبيعاني منها اللي زي حالاتي اللي هو بيعمل العملية، لأنه يعني أطباء كتير قوي ما بيعملوش عملية الدعامة دي، فده ما عندوش مشكلة. عشان كده بقول للعيان أرجوك خليك دقيق في قولي، لأن في كارثة إن العيان ممكن يتحسن الضعف الجنسي بتاعه بدواء أعمل له عملية، دي جريمة. وزيها إن العيان ابقى عارف انه محتاج العمليه وانا ما بعملهاش، فاخجل ان انا اقول له ما بعملهاش روح للي بيعملها واكتب له روشته في روشته، يجي لك العيان بعد 4-5 سنين لافف على كل
اللي بيتغير اسم الدواء نتيجة لاسم الشركة، وهي المادة واحدة السلدنافيل اللي حضرتك قلتها. بس العيان واخد 10 أدوية، هما مش 10، هما دواء واحد، لمجرد ان الدكتور مكسوف يقول للعيان انا ما بعرفش اعمل عملية الدعام. الاختيار بين الاثنين دول اهم حاجة. امتى بقى اختار بين الاثنين؟ من ناحية الإكلينيكية، عيان عنده حاجة من الحاجات اللي قلناها، سكر، ضغط، تصلب شرايين، تليف، حادثة في العمود الفقري، حادثة في الحوض، ده أكتر ميال أكتر لعملية الدعامة. وجايلي في المراحل الأخيرة، بمعنى إيه؟ لو عيان ابتدى يدخن، بطلت التدخين، ممكن محتاجش العملية، لا يستجيب للأدوية، عملت له أشعات، وفي طبعا أشعات بتبين الدورة الدموية بالملي زي قسطره القلب بالظبط، وتقول الشرايين وفي تسرب في الاورده كده، العيان ده لازم اعمل له عمليه، ملهاش حل. ليه بقى؟ لان على ما اتاخر في قرار العمليه، على ما اجي اعمل له، انا بقول له الدعامه دي بتصلح الممارسه فقط، لكن لن تصلح ما افسده الظهر بينك وبين مراتك لما هي شايفاك سنين طويله مش راضي تروح للدكتور ومعذبها معاك، ولن تصلح ان انتوا دخلتوا في قضايا ومحاكم، ولن تصلح قلة رغبتك بعد الإحباط الكتير اللي أطباء كتير شاركوا فيه نتيجة لأنه ما بيعملوش عملية الدعامة، وقاعدين يشوفك خدت السلدنافيل يديك تدلافيل، خدت التدلافيل يعملوا معاك تباديل وتوافير. فالاختيار بين الدواء والعملية من أهم ما يمكن. لا نتردد إن إحنا نعمل العملية لو العيان محتاجها، وفي الوقت نفسه لا نعمل العملية لعيان ممكن يجي بالدواء، لأن الاثنين جريمة. ان انت تروح اي العيان مش محتاج عمليه اعمل عمليه، دي جريمه، وان انت عيان محتاج عمليه تاخره، ايوه، على لحد ما العلاقه تبوظ بقى، يبقى العلاقه على ما يجي يعمل الدعام كتير بنشوفها وبتبقى العلاقه تماما باظت بينهم، اقول له الدعامه دي لا تصلح ما بينكم من علاقه بره الفراش، هي تصلح ما علاقه الفراش فقط. العلاقه لو باظت بره الفراش، لو عملت لك 10 دعامات مش بتيجي من ايه؟ بتيجي من انه قاعد يلف يلف يلف، او ما يروحش الدكاتره برضه عشان ما نظلمش الدكاتره. عيانين كتير قوي وبيقعدوا بالسنوات يا دكتور ايمن، بالسنوات، وبتيجي مراته بعد 10، وخصوصا لو خلف. ياما شفنا ناس، ودي بقى نقطه مهمه جدا، ياما شفنا ناس مخلفين عيلين وثلاثه والزوجه فيرجن عذراء. وارد. طيب ده لما اجي اعمل له دعامه بعد 10-15 سنه سايب مراته بدون علاقه زوجيه ومستعبط، اسف يعني في التعبير، لمجرد انه خلف، خلاص اجي اعمل له دعامه اللي مش هقدر اعملها له. وساعات في القضيه القاضي بيسالني سؤال محدد، لان انا ماسك قضايا الطب الشرعي وقضايا الكنيسه وكده في الطلاق، فيقول لي سؤال، هل العجز الجنسي ده يمكن علاجه؟ اقول له نظريا يمكن، احط له دعامه، بس دعامة ازاي بعد ما هم كانوا قدامك يا فضيلة القاضي؟ ازاي بعد ما وصلوا المحكمة هيقدر يقرب لها؟ يبقى الدعامة هتصلح جزء كان ممكن يتصلح قبل مرحلة القضية. عشان كده الموضوع ده في غاية الأهم. حضرتك قلت أهم نقطة فعلا بنعاني منها إلى الآن، من الأطباء، من بعض الأطباء اللي ما بيعملوش عملية الدعامة، ومن بعض المرضى اللي ما بيصدق يستعبط إنه خلف، يقول لك أنا خلفت خلاص، تفاجأ ان الزوجه لسه عذراء. دي منطقه، ده انا محتاج اقعد اعمل مع حضرتك حلقات على المنطقه دي، لانك انت حضرتك دخلت يعني في منطقه نفسيه واجتماعيه جدا مهمه جدا. والزوجه المصريه حضرتك عارف انت بنت ناس، الله يكون في عونك يعني. طبعا انت بنت ناس وخلفتي، انت عايزه ايه؟ اسكتي. في ستات غلابه وفي اعلى المستويات وفي اقل المستويات، تلاقي الزوجه المصريه دايما خلفت خلاص، انت مش عايزه غير عيال، ربي عيالك وخلاص واسكتي وخلاص، وتفضل تعاني في صمت، تعاني في صمت، وشايفه جوزها مستعبط. فيما يتعلق بانواع الدعامات، هل ترى انه الحوار يوصل للناس بالتفصيل شويه؟ انا برضو وجهه نظر حضرتك، ولا انه في ناس بتبالغ في التفاصيل لدرجه انها ممكن تربك المرضى كما اربكتهم بالظبط الورقه اللي بتتحط جوه الادويه عن السايد افكت بتاع الدواء؟ ما هو في ناس على فكره، انا قلت مره انه ده في منتهى الخطوره، مش على الادويه، انا بتكلم على الدعامات نفسها. تمام. الدعامه تطورت جدا. اول حاجه، في الدعامات دلوقتي بقت مطليه بمضاد حيوي،
ودي كانت اهم خطوه نفسنا فيها من سنوات، لان هي ملهاش اي مضاعفات خطيره تقلقنا خالص. هي عمليه بتاخد نص ساعه والعيان بيروح في نفس اليوم، الا فكره ان يحصل تلوث او التهاب في العمليه بعدنا. فدلوقتي بقى مطليه جاهزه بمضاد حيوي بتدينا نوع من الامان. سلولي ريليز شغال مضاد حيوي الفتره بتاعه 3 اسابيع اللي هم الفتره الحرجه بعد العمليه. بعد كده خلاص العيان بقى في امان. كده الذكيه بقى دي الدعامه الذكيه. صح، دي الدعامه الذكيه اللي فيها مضاد حيوي. هي فيها نوعين، دعامه صلبه مرنه اللي هي ابسط الانواع، والبسيط هنا مش بمعنى انها رديئه او حاجه، لا، ابسط في تعامل المريض معاها بعد العمليه. بعد العمليه المريض اللي هي ديت النوع ده، هي بتجمع حاجتين، بتجمع الصلابة الكافية ببساطة، بتجمع الصلابة الكافية لأداء العلاقة الزوجية والمرونة الكافية لممارسة الحياة اليومية. بس نقدر نلخصها كده، الدعامة دي هي دي ميزتها، وعشان كده هي غالية، تمنها على الأقل 15,000، النوع الأمريكي اللي هو أفضل نوع. تجمع زي ما أقول الصلابة الكافية لممارسة حياة الزوجية بالكامل، لممارسة الحياة الزوجية، والمرونة الكافية لممارسة الحياة اليومية، ما تبقاش ما عامله له أي إحراج. في نوع تاني أكثر تطورا بس أغلى شوية، والاثنين كويسين والاثنين بيستخدموا، والاثنين بالنسبة للمريض نتيجتهم في منتهى الجمال، بس التوقيت اللي حضرتك قلته أهم حاجة، توقيت تركيبها، إن إحنا ناخد القرار مظبوط، إن يبقى الدكتور زي ما حضرتك قلت يقدر يتعامل دوائيا ويقدر يتعامل. دي النوع التاني. النوع التاني ده بيدي الصلابة الكافية أثناء الممارسة، بس في سائل الحتة الصغيرة الملحقة بالدعامة ديت اللي موصلها لها بالأنبوبتين اللي باينين في الصورة دي، فيها سائل كأنه الدم بالظبط اللي بيدخل ساعة الانتصاب. لما بيجي المريض يمارس العلاقة الزوجية، السائل بينتقل من الحتة الصغيرة دي كأنه هي حملية انتصاب طبيعية، وبعد الممارسة السائل بينتقل من الدعامة يدخل تاني في دي، فيحصل ارتخاء. يعني دي أقرب لي الطبيعي. الاثنين كويسين، الفرق في السعر، بس الفرق في السعر جامد. يعني دي 15 مثلا، دي 80,000 لوحدها، تمنها لوحده. فبس هي يمكن دي اللي ايه فرق، عشان كده بره يعني ناس مثلا مرفهين مش زي حالاتنا، مش دول ناميه زينا، اللي هي بتتملي بالسائل دي اكتر. عندنا في مصر المرنه اكتر. والاثنين الحقيقه كواحد بقى لي 25 سنه بعملهم، الاثنين في منتهى الروعه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، حسب مقدرتك الماليه. تمام. وبس الاثنين نفس النتيجه. نفس النتيجه. نفس النتيجه. والاثنين بقوا مطلين بمضاد حيوي. انا ما انصحش حد انه يكلف نفسه، يعني اللي معاه ال 15 دولار يعملها. طالما ما فيش اي فرق. خالص. السؤال نسبه هل كلمه نسبه نجاح هي طبعا سؤال كلاسيكي في الجراحات. تمام. بس المقصود بكلمه نسبه نجاح يعني ايه؟ هقول لحضرتك. في نسبة نجاح في التكنيك الجراحي نفسه، حاجات مضاعفات تحصل في التكنيك الجراحي، ودي بتحدث الحقيقة، وهنا بهمش في أذن بعض زملائي أو تلامذة الأطباء، اللي بيعملها بمعدل أقل من مرة أو مرتين في الشهر لازم يبطل يعملها. هي عملية للي بيعملها كتير حلوة جدا جراحيا، ما فيهاش خطورة على العيان، لكن فيها تفاصيل تقنية كتيرة قوي ودقيقة جدا. يعني يكفي حضرتك مثلا المقاس سواء في الطول أو في القطر بيفرق بالملي ونص ملي، وممكن ما تنفعش بسبب حاجة دي. ففي نسبة نجاح لو واحد بيمارسها كتير أكتر من مرة في الشهر أو أقل من مرة في أقل من مرة في الشهر المفروض يبطل يعملها. يعني عايزة بنقصها. هي عايزة تريننج كيرف، ليرنينج كيرف عالي. عالي قوي. ليرنينج كيرف يعني استمرارية. تمام. يعني بالبلدي كده. أيوة. عاملة زي ما تكون بتلعب كورة، لازم تلعب باستمرار. ما ينفعش تقول لي بقى أنا هلعب مرة كل شهرين. لا، يبقى أنت بتهرج. هتتصاب. مش لعيب. هيتصاب وينزل يشد عضلي. هتموت، ممكن تموت في عملية. تمام. الحاجة التانية بقى نسبة حدوث الالتهاب بعد العملية. دي بقى ما يعني لها طبعا علاقه بالتعقيم وكده. دي نسبتها الحقيقه الحمد لله قليله جدا، بتبقى في حدود 1%. في مريض السكر بترتفع شويه، بتبقى 5 إلى 7%. بعد الدعامه الذكيه نقصت قوي، الاثنين نقصوا 1%. بس اهم حاجه اختيار نوع العيان. اهم نقطه السكر التراكمي، ودي النقطه بقى السكر التراكمي. كتير جدا من زملائنا اطباء السكر يظبط المريض يبقى يقول لي الدكتور قال لي السكر بقى 80، السكر بقى لا، انا يهمني السكر التراكمي ده العامل نمره 1 ونمره 2 ونمره 10، لازم يكون تحت 7. لو تحت 7 خلاص. ولازم تاخدوا بالكم
برضو لازم نكمل الصورة. سكر التراكمي قد يخدعني في حالات الأنيميا. تمام. لازم أعمل صورة دم عشان ما يبقاش أنا خدت مقلب كدكتور بقى. أو كده. شفت طبيعي كدكتور بطن بقى والكلام لحبايبنا في البطن. تمام. فعشان الصورة كلها تكتمل. تمام. الاثنين مع بعض. حتة مهمة بقى. تمام. الضعف الجنسي النفسي. أيوه. موقعه إيه من الحوار دلوقتي في تقييم حضرتك؟ بمعنى هل هو نفسي حقيقي ولا هو عضوي قلب نفسي ولا هو تداخل من الاثنين؟ الحته دي غامضه قوي. يا اسئله حضرتك ما شاء الله، يعني اسئله محاضرات مش يا باشا بتعلم بره. الله يخلي دي بتثبت الف المحاضرات العلميه فعلا والله. وبشكرك لان بنقدر نبسطها للناس، بس دي فعلا اسئله محاضرات علميه. فكره نفسي دي حصل تطور فيها جامد قوي نتيجه للتقدم في وسائل التشخيص. كان لحد فرويد، وده طبعا بقى حاجه راجل محترم وكله، بس بقى اهميته تاريخيه بس اكتر منها علميه طبعا. فكان زمان نتيجه لما فيش وسائل تشخيص، فكان اي حد بيجي له ضعف جنسي 90% يقول لك 90% نفسي. دلوقتي قالوا لا 50 و50. حتى النفسي ده زي ما حضرتك قلت، النفسي ده عملنا عليه دراسات في القصر العيني على فكره كنهة النفسي اصلا. ما هو النفس برضه هو عضو، بمعنى ايه؟ ليه واحد دايما، دي كانت فكره رساله عملتها اشرفت عليها، ليه واحد بيغتصب واحده في اسوأ ظروف وقاعده تقاومه وبتشتمه وتضربه وتعضه وبيقدر يغتصبها؟ واحد متجوز واحده برقيقه وبنت ناس ولطيفه وبيحبوا بعض بقى لهم 3 سنين ومخطوبين وفي ليله الزفاف، ايه الفرق بينهم؟ ما هو لو نفسي، طب ما هو بتاع الاغتصاب ما يقدرش يغتصب لو نفسي. سمباثيتك تون عالي، سمباثيتك تون اللي هو الجهاز السمباثاوي، توتر وخوف ورعب طبعا. ولو نفسي، طب في ليله الزفاف والحاجه رقيقه وبيحبها وبنت ناسه، طب وليه؟ لانه برضو النفسي فيه تفسير عضوي له، ان فعلا لقينا فعلا زي ما حضرتك قلت ان الناس القابلين للضعف الجنسي النفسي عندهم السمباثيتك تون عالي، عندهم الادرينالين عالي، اثنين نسبه الادرينالين اللي هو هرمون الطوارئ او هرمون التوتر اعلى من الطبيعي، وبالتالي اي توتر خفيف بشبهها دايما بالامتحان اللي بيبقى قاعد لحضرتك لما تيجي توزع الورق تلاقي واحد مش مذاكر حاجه وجايب ازازه البيبسي ومش عارف ايه ورايق وممكن تندلع على الورق، ما هاتي ورقه ثانيه، واحد ثاني قاعد متوتر على ما حضرتك تسلمه، واحد ثالث اول ما يشوف الورق يغمى عليه، الثلاثه قاعدين ثلاثة مع بعض، بس اختلاف نفس الموقف ادى اختلاف في كل واحد. نفس الحكاية في النفسي برضو لها أساس عضو. النقطة الثانية انه ممكن العضوي زي السكر والضغط يقلب نفسي طبعا. تمام. الحاجة الثالثة بقى، النفسي ده لو طول، وخصوصا في بلدنا، في نقطة ثانية ممكن نبقى نعملها حلقة اللي هي الربط والسحر. الربط والسحر ده مجنني ليه؟ لأنه لا يتخطى الحدود التعليمية والاجتماعية والدينية، بمعنى أن حامل الدكتوراه مؤمن بالربط لحد اللي ما معهوش ابتدائي، أغنى واحد مؤمن بالربط لحد أقل واحد فلوس، المسلم والمسيحي مؤمنين بالربط، يعني متحدين في الحتة دي الاثنين، يعني الهلال والصليب عايشين في الحتة دي. وفي سلسلة ممتعة دكتور حامد بيبي كتبها اسمها خدعوك فقالوا. خدعوك فقالوا دي سلسله ممتعه جدا. الله يخليك. طبعا بستمتع دايما اعمل لايكات واكتب واعمل حاجات كده. ففيها خدعوك فقالوا مقالات كبيره عن فكره انه الاتحاد الغريب اللي هو التقاء اللي هقول لحضرتك انا في جمله دايما اقولها، يتحد المجموعه دي كلها حاجتين في الحياه، في الربط، فكره الربط والسحر بتاع وماتشات الكوره. بس دي صح، فاكر حضرتك فيلم 1-0. ما هو ماتشات الكوره كله يتفرج، الغني والفقير وكله بيشجع في نفس التوقيت وبيقول نفس الكلام. تمام. والجاهل والمتوسط والدكتوراه والربط نفس الكلام. والربط نفس حضرتك فكره، ما دي الفكره العبقريه بتاعت حضرتك دي. فيلم 1-0 1-0 هو ده. 1-0 كل الناس رغم مشاكلهم اتحلت في الجون ده، في الجون فنفس الفكره دي فعلا، الربط والكوره فعلا. ده حاجه محيره، بيقعد مثلا ايه سنين يقول لك لا انا مربوط، فانت دلوقتي عملت له الفحوصات وطلع عضويا سليم، بس بقى له 10 سنين ما قربش مراته، وفي الارياف طلق مثلا 3 مرات، وفي المدينه زي القاهره انت ممكن ما تعرفش اسم جارك بعد 10 سنين،
في الأرياف الموضوع آسف يعني قط النوم في الريف لا البلد كلها عارفاها عارفة اللي بيحصل فيها تاني يوم تاني يوم مرة جالي واحد على حكاية النفسي لا عد عمل كده لقيته داخل هو وزوجته ومعاه مثلا بتاع خمس ست رجال وخمس ست ستات هي مين ده؟ ده مامتها ومامة العريس ومامة العروسة قلت طب وده مين؟ لا أنا ابن خالة العروسة ايه يا عم طب انت ابن خالة العروسة مالك ومال علاقتها لا ده كلوز فريند فقلت وده ممكن وده ممكن ده يحصل له علاقة زوجية مع واحدة دي جاي عشرة من عيلته وعشرة من عيلتها جايين دكتور الذكورة عشان عنده ضعف جنسي ليلة الدخلة وكلهم قاعدين يعملوا كده ايه حالته ايه يا دكتور طب ابن خالتها وابن عمها ايه علاقتهم بالموضوع وواحد جارهم معدي جه معاهم برضو اللي موصلهم بالعربية دخل فطبعا ده نفسي ايوه صح بس ما هو مش هينفع معاه دواء خالص ده يعني النفسي ليس من ناحية العلمية الضعف الجنسي النفسي ليس سببا لرفض عملية الدعامة يعني ممكن تتعمل برضو لا في حالات في بلدنا بالذات احنا لنا عارف سلو بلدنا الى المستوى العضوي خلاص يلتقي جدا واحد بيتجوز مثلا واحده وبعدين طلق والبلد كلها بتتكلم يعني في واحد انا فاكر عملت له دعامه قال لي انا اول مره اقدر اروح اقعد على القهوه اقدر اول مره اصلي الجمعه طلق مرتين قال لي ما كنتش اقدر اروح اقعد على قهوه ما اقدرش اروح اصلي الجمعه بيخاف من الناس الناس بتعايره طلق مرتين وبعدين قال لي ايه انا هما كل حكايه كم قيراط اللي بزرعهم يعني ما اقدرش اسيب القريه بتاعتي دي ماليش اي مورد رزق يعني لو كان عنده فرصه انه يسيبها كان هيسيب ايوه لكن مش قادر يسيبها مش قادر يسيب لانه بيقول لي حياته مرتبطه بيها بقول له انت كويس بعد يقول لي كويس بس اهم من ان انا بقيت اجتمع مع زوجتي بقيت اقدر اقعد على القهوه يعني كان محروم انه يقعد على القهوه محروم انه يصلي الجمعه او يروح يجيب حاجته من السوبر ماركت لانه كل الناس بتتكلم عنه طب ما ده حاجه نفسيه وعضويا كان سليم طب ما نعملوش دعامه يعني طب وبعدين اسيبه يموت مثلا ينتحر قاعد في بلد ودي تالت جواز روح بقى يعني ابتدى يمارس العلاقه زي مع تالت جواز يعني اتجوز الاول وطلق بسبب كده وفضحته طبعا اتجوز تاني فضحته قالت يبقى الاولاني كان فجاي يتقدم للثالثه مش ممكن يتقدم لها الا اذا عمل الدعام هو الثقافه في ساعات بتبقى ان الست بتبقى مش بتفضح اكتر ما هي بترمي المشكله انا مش عيب فيا مش عيب فيا يقول لك انا العيب وهي بتبقى في الثقافه بتاعتها على قد ثقافتها البسيطه بتبقى كانه في زي جمره نار في ايديها تروح جايه رميها كده اما بس خلاص وبعدين خصوصا بعد ما زوجتين اهو زوجتين طلقهم يعني وكلهم يعني بيقول لي القهوه عارفه الجامع الناس في المسجد عارفين ده اللي هو طلق تاني مره ده اللي مطلق مرتين ده اللي مطلق مرتين العلم انقذ هذا الرجل العلم انقذ تمام مش الربط بقى والكلام الفاضي ده احنا عايزين نعمل حلقات عن الضعف الجنسي وعلاقته انه الجرائم تمام في جرائم مبنية تمام صح عند حضرتك حق يعني فعلا في ناس صح. يعني كان زي ما يعني احنا على ذكر الله يرحمه العبقري وحيد حامد الله يرحمه يحسن لازم نفتكر هذا رجل اهم كاتب في تاريخ مصر وكان مفكر وطني وكل حاجه كل حاجه المشهد الثاني احنا قلنا المشهد الاولاني المشهد الثاني كان راجل قتل مراته ايوه صح تمام ضياء مرغني العبقري ضياء مرغني وحيد حامد ما سابش حاجه بصراحه ضياء مرغني المشهد ده وطبعا عبقري الزعيم عادل امام في لقائهم هما الاثنين مع بعض قال له يا باشا انا هقول لك عشان انت راجل ايوه عشان هتف صح لكن انا اقعد في وسط القاضي سياده القاضي تمام وسعادات مش عارف ايه والمحكمه واقول كذا لا ده انا اتبحت كان هيتعدل ايوه ما هو اصل هو لو قال انا عملت كده بسبب ضعف جنسي هيتحكم عليه بالسجن المؤبد مثلا انا ما اعرفش في القانون مثلا لكن قتلها ما قالش السبب دخل في حاجه ثانيه بقى اخلاقيه بقى كده ده قتل مع سبق الاسره طبعا تمام هو كتب ساعتها قد ايه هذه القصه يعني والحقيقه برضو انه كان في حته انا عايزين نختم فيها بما ان قلنا وحيد حامد ايوه وحيد حامد انه ده الصوره بتاع هو طبعا قال الدجل والشعوذه وكل حاجه لكن حط العبقري كلهم كانوا عبقره لطفي لبيب تسوله الدكتور والحقيقه عمله لطفي لبيب حلو كدكتور بقى جدا اللي هو بدا يقول
العلم قدام الجهل. اه تمام تمام. الربط ده حاجه يعني محيران يعني مش ممكن العيان لا يمكن. وبعدين يفضل يهز دماغه كده. طيب ماشي يا عم. طب ادي 10 عيانين اهم. العلم خلاص عرف السبب والعلم ممكن يعالجهم. وش معنى الربط موجود عندنا احنا بس؟ ليه ما فيش عيان امريكي بيتربط؟ ليه ما فيش عيان نرويجي بيتربط؟ يعني اشمعنى الربط في العين المصري بس؟ يعني العفاريت متخصصين هم يقعدوا في المنطقه العربيه بس هم دول بس كده. ما هم في المنطقه العربيه بس للاسف. فكلنا في الهم شرق زي احمد شوقي. انا هسمح حضرتك بقى شخصيه احنا افتكرناها اسمها ابو العريف. ايوه. وبعد ما سمعها لك برضه تقول لي مين اشهر ابو العرفين اللي انت شفتهم؟ يعني ابو العريف ده بيجي لك في العياده مع حد ويبدا يقول جمل فانت تقول له حضرتك بتشتغل ايه مثلا؟ يقول لك انا بشتغل مثلا مراقب حسابات في مستشفى كذا. فانا بعتبر نفسي طالما انا من العيله يعني من مراقب حسابات. فابو العريف نسمع ابو العريف في هذا الحوار الممتع للغايه. يا باشا مادام الرجل مننا سليم كده بالعين المجردة وكل حاجة طبيعية مفيش عيب خلقي، يبقى الموضوع نفسي بحت. وخلي بالك لو راح للدكتور يبقى سلم انه عيان وان في مشكلة والموضوع يسوء اكتر. اسلم حاجة يزبط نفسيته وثقته بنفسه. مش عيب لو وقف قدام المراية وقال لنفسه انا تمام. فاكر حضرتك فيلم البيضة والحجر لما الست كانت فاكرة إن ابنها معمول له عمل؟ فجي الأستاذ أحمد زكي جاب لهم كيلو كباب وكفتة وقبل العروسة أحمر واخضر، كله بقى تمام. الست برضه لازم تقف جنب جوزها تصبر عليه وما تعيروش عشان ده بيبوظ نفسيته. وهو يشوف النفسية محتاجة إيه. النفسية محتاجة فسحة، النفسية محتاجة جمبري، أهم حاجة النفسية. إنما سكة الدكتور هيتعقد أكتر. هو أبو العريف هنا فكرني بقضية مهمة قوي. شخصية جميلة جدا. ده أبو العريف ده بوك لا وكلام لذيذ قوي. كل الأساس الكبار بيحبوه جدا بيحبوا يسمعوه جدا. فكرني بحاجة برضو اللي هو تقزيم العلم أمام تضخيم ان يقول لك المشكله كلها ان الناس مش فاهمه الثقافه بس. ايوه ونفسيه تتظبط بس. على فكره ده اتعمل في برامج وللاسف ودى الناس في البوصله طبعا في ده طبعا. انا تخيلتك برضه في من ضمن السيناريو الجميل اللي عاملينه، يعني هيطلع سيجاره بني ويقول له انت ظبط نفسيتك بس وسيبك من الدكاتره. هو عايز يقول كده. ايوه مش كده؟ لا هو يظبط نفسيته بس وكل حاجه تبقى تمام. دكتور ايه وبتاع ايه؟ هيقعد يقول لك تحاليل وكشف ومش عارف ايه ويستنفذ فول. انت ظبط نفسيتك، خد جرب دي تحت اللسان، ابلع دي. وكان يقول له ايه؟ ابلعهم من غير ميه، ابلع الاربع تقرزهم من غير ميه. مش عارف ليه من غير ميه. ولا وجاله كل الناس. كل الناس. كل الناس. كل الناس جايه توجب معاه. كل الناس يعني من اول الفيلم لاخر وكل شويه يجي الراجل ده انت هتتجوز؟ طب خد ده. هو ابو العريف ده بالظبط. قال له انت معرس. ايوه. شرف كبير. انا اللي اتشرفت دكتور ايمن وحوار معك يعني لولا الوقت والله ما انتهي من هذا. الله يخليك دكتور ايمن. لان بجد لما نقول ان احنا نفتخر بوجودك ونفتخر بعلمك ويعني اتمنى ان انت ما تحرمناش من لا ده انا اللي اتمنى طبعا. وما زال العشق لعبد الوهاب مستمر. طبعا عبد الوهاب طبعا. مين بعد عبد الوهاب؟ يعني تلامذته بقى بليغ والصنباطي وكل دوت، كل دول تلامذة. عبد الوهاب هو يعني اساس كل حاجه. اساس كل حاجه علميه. شغاله في العيد على شغاله على طول في العيد الغد. يعني عبد الوهاب غطى الاجيال كلها. يعني كل الناس حتى الصنباطي وبليغ. بعض الناس ساعات يعني اللي هم يعني ما عندهمش فكره قوي يقول لك ايه الصنباطي ساعات. لا كل الصنباطي نفسه لم يدعي انه معدي عبد الوهاب ولا بليغ. ما فيش اي حد معدي عبد الوهاب. غطى 70 سنه تلحين، والتلحين ده من اصعب العمليات. من اصعب العمليات الذهنيه. اياك في حضرتك غنى الارقاق مثلا ديت اللي فيها كميه موسيقى وقصيده عاملها كان عنده 74 سنه. كل الموسيقى يعني موسيقى طوفان من الموسيقى، المقدمه فظيعه، كان عنده 74 سنه.
يعني لا عبد الوهاب ده حاجه، عبد الوهاب ده خيمة. ولازم نقوله كمان لان انا بحب جدا الجزء ده فيه ان عبد الوهاب كان خفيف الظل لدرجه رائعه. مش بالصوره المشيه، لا لا ده كان دمه خفيف، دمه شربات جدا يعني ممكن يخليني ومنتهى الوقار. ايوه طريقته الشيك الحلوه دي عن خوفه من الطيران مثلا، يموتك دمه شربات يعني كانه عايش معنا دلوقتي. نورتنا، الله يخليك، ده نور العالم الكبير والاسم القدير، واحد من الاسماء اللي نفتخر بوجودهم معنا طبعا. الله اداء فني وعلمي رائع جدا في ناحيه تقنيه الاداء العلمي. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور حامد عبد الله حامد، استاذ جراحات الذكوره والعقم بكليه الطب جامعه القاهره، استشاري جراحات الدعامه لضعف الجنسي، استشاري اصلاح العوج العضوي الذاكر، واستشاري الحقن المجهري العقم للرجال، واستشاري جراحات عقم الرجال، ورائد عمليات اصلاح سرعه القذف في مصر والوطن العربي. طبعا من التايتلز دي كلها مواضيع يعني نحتاج ان احنا نتكلم على اعوجاج العضو الذكري، ما معنى هذه القضيه المهمه جدا، سرعه القذف القضيه الخطيره جدا، فالدعوه لهذه الاشياء حتى نستطيع ان نحققها. ده انا اتشرف دايما وشرف كبير. الله يخليك، انا اللي اتشرف. واحده من الزيارات العظيمه في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه. يعني ايه واحد ازرق؟ يعني نسبة الاكسجين اللي في الدم قلت قوي، يعني الدم بقى محمل بثاني اكسيد الكربون اكثر ما هو محمل بالاكسجين. لما تقول اهل المريض انت في ثقب بين الاذينين، ده ممكن يجي لهم مشكلة جامدة جدا نفسية، صدمة. اذينين، المفروض الدم جاي في الاذين الايمن، يجي البطين الايمن يطلع الرئة. انا ما عنديش رئة، ما عنديش رئة، مش شغالة وانا جوه بطن امي، فيبقى الدم جه في الاذين الايمن ونقل على الاذين الايسر مباشرة. الفرق بين واحد ضيق صمام رئوي وبين فتحة بين اذينين الرئة. انا شفت يا دكتور بقى العملية مش مهم ازاي، النهجان راح. هي ساعة لما النهجان يروح دي خطوة اخطر، ده هيزرق، ابتدى بقى يتلون ويزرق، يبقى في هذه الوقت العمليه ملهاش قيمه. يلا نحط كلمه لجميع العيوب الخلقيه. اسيمتوماتيك، صدفه، مفيش اعراض خالص. ربنا بيقول ايه؟ ثم خلقنا النطفه علقه، فخلقنا العلقه مضغه، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر.